شقة المانيال دي هي اللي فيها كل الذكريات، هي اللي فيها كل حاجة، الحب والزواج والأبناء والمجد والعمل، كل حاجة صح. كانت في شقة المانيال اللي احنا صورناها من غير ما معتز الدمرداش يعرف. والدتي مدام كريمه مختار، فنانه الرحله الراحله كريمه مختار، وانا شريف ابنها الاكبر. والبيت ده اللي تربيت فيه انا ومعتز وهبه اختي الصغيره فيه، ولغايه قبل وفاتها بحاجه بسيطه، وهي كانت بتحب البيت ده جدا 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 ومش متنازله على ان هي تسيبه ابدا. الوالد الله يرحمه او هي كان بعد ما بيخلصوا عمل من الاعمال الناجحه السابقه بتاعتهم الكتيره قوي يعني، فكان دايما يعملوا هنا في البيت دون حفل بعد ختام المسلسل، ويعزموا معظم الاسماء الفنيه اللي كانت بتبقى موجوده في المسلسل. كانت دايما هي بتعمل طبعا اكلات كانت مشهوره بيها جدا لمعظم نجوم الوسط الفني، يعني كانوا بيحبوا قوي الاكل بتاعها وخصوصا الكوارع. في المكان ده دايما، وانا كنت في مرحله سني الصغيره انا ام معتز يعني، واحنا صغيرين في الفتره بتاعت اعدادي وثانوي ويمكن ابتدائي برضه، كان دورنا هنا معاها ان احنا نقعد على الكنبه دي وهي كانت بتقعد هنا، نسمع لها الشغل بتاعها يعني، كانت حلقات زي القاهره والناس او الحاجات القديمه بتاعتها كلها. شجعوا السياحه الداخليه. اهو هو يعني تشجيع السياحه الداخليه ده لازم يبقى على حساب انا؟ مش حضرتك اللي عملت لنا ميزانيه التكشف؟ دي اوامر ابوكوا، خليه هو اللي يشجع السياحه الداخليه. ده 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 دول سلف يا عمتي، سلف وهنردهم لك في اقرب فرصه. الواد عادل سالف مني جنيه الشهر اللي فات ولسه ما رجعوش. واحنا زي عادل برضه. لا يا شيخ، والاتنين جنيه اللي انت سالفهم اياك فاكرني ناسياهم. انا ضمناهم يا عمتي، هنرد لك جميع الديون. وفي اقرب فرصه. كل الناس اللي تعرفني وعارفين ان انا ابنها دايما يقولوا لي جمله ان هم بيحسوا ان هي زي ما يكون امهم، وان هي فيها شبه من امهم، وان هي نفس الشكل ونفس الطبيعه. فانا اعتقد ان انا يعني ده بالنسبه لي عيد في حد ذاته الكلام ده.